وطبعا الموضوع مناسب جدا لأنه محطوط في عنوان اعرف إيمانك. نعم. هذه الدعوة لما بتقول اعرف إيمانك لمين بتوجه هذا الكلام؟ بوجه الكلام ده لكل عامة الناس في كل مكان في العالم، سواء مسلم سواء مسيحي سواء يهودي سواء بوذي، كيف ما يكون جنسيته لونه يحتاج يعرف ايه نوع إيمانه، ولأن تحديد نوع إيمانه هيعرف هو طريق أبديته هتكون فين. في هذه الحلقة والحلقة القادمة القسيس رح يتكلم عن 12 نوع من الإيمان، 8 منهم، 8 الأولى اللي رح نعالجهم في هذه الحلقة هي نسمي يعتبر إيش، إيمان مزيف مثلا أو مش الإيمان الحقيقي. عايز أسميه باسم الحقيقة أكثر من مزيف، الإيمان الذي يؤدي إلى الهلاك الأبدي. واو، فإذا معناته هي التسمية أكثر من التزييف. أيوة.